على الوضع في مصر، كنا بنعاني وضع اقتصادي سيء، بطالة، نمو اقتصادي بيذهب إلى طبقة محدودة جدا جدا من الشعب المصري، لا تصل إلى 5% أو 7%. الحريات كانت كلها شبه شكلية وصورية. أيضا لما بنيجي زي ما تفضل الدكتور رفعت وشرح الوضع في تركيا، لأن الصراع فيه صراع سياسي، عملية استخدام الديمقراطية للوصول لضرب الديمقراطية، زي ما الإخوان هنا في مصر استخدموا الديمقراطية ونجحوا في انتخابات واعتلوا السلطة، استخدموا الديمقراطية في ضرب الديمقراطية وإقصاء كل الفصائل السياسية المختلفة اللي بتعارضهم، وتمكين جماعة الإخوان وأخوانة الدولة. كل دي الأمور دي نفس ما يحدث في تركيا، لكن كان عملية السرعة الشديدة جدا جدا اللي انتهجها حزب الإخوان، جماعة الإخوان المسلمين في مصر، بالإسراع في عملية التمكين وعملية الأخوانة وإقصاء التيارات السياسية المخالفة ليهم، ومحاولة تفتيت هيئة الشرطة وإقصاء قيادات زي ما فعل رجب طيب أردوغان، وأقصى حوالي 46 قيادة من قيادات الشرطة. أيضا في مصر هدم جهاز أمن الدولة، ومحاولة هدم جهاز الشرطة بالكامل، ومحاولة الدخول إلى القوات المسلحة، وعمل جيش ثوري موازي للإجهاز على السلطة، وإقصاء كل القوى الوطنية حتى يخلو لهم الجو. نفس السيناريو اللي بيتكرر عندنا، لكن مع الفارق ان تركيا الى حد ما كان هناك الحالة الاقتصادية الى حد ما مرتفعة، فكان برضو المعاناة مهاش شديدة زي مصر، مش واضحة رد الفعل مش سريع جدا زي مصر. السرعة ويعني حالة صراع يعني تأكيد على ضرورة انتهاء في أقرب فرصة ممكنة من القضاء على كل أشكال المعارضة، وأيضا هدم مؤسسات الإعلام وكل القوى المناهضة لجماعة الإخوان المسلمين. نفس التيار بيحدث في تركيا، لكن إلى حد ما الاقتصاد التركي أقوى إلى بشيء أكبر من الاقتصاد المصري. أيضا الصراع ما تفجرش إلا مؤخرا، وأيضا عملية العبالة وتبعية السياسة التركية للولايات المتحدة الأمريكية والقواعد الأمريكية والتعامل مع إسرائيل، ويعني ما بيدي مطولة الأمد الموضوع، مطولة الأمد، وبيدينا برضو نفس انطباع نفس النموذج التركي كان بيتكرر في مصر وكان هيتكرر بس هنا انتهى بصورة أسرع من تركيا. فأنا بتصور أني النهايه المحتومه للنظام التركي ونظام رجب طيب اردوغان، اعتقد ان هو في الطريق بسرعه شديده جدا جدا، وحنشهد 30 يونيو اخر في تركيا على نفس الشكل. طيب دكتور رفعت، اكدت ان تركيا دائما ما كانت تتشدق بالديمقراطيه وحقوق الانسان وما الى ذلك، واستقلال او استقلاليه في القرار التركي الى حد كبير، ولكن التاريخ يؤكد ان المصالح التركيه تتصالح مع الجميع، مع كل من يقدم لها المصالح المشتركة، بدليل علاقتها الاستراتيجية مع إسرائيل، مع الولايات المتحدة الأمريكية، مع الإخوان في مصر. في تقديرك أنت على المدى البعيد الاستراتيجي تأثيرات هذه العلاقات بشكل أو بآخر؟ شوف، أهم دعمتين لقوة تركيا في الإقليم أو العالم هو العلاقة مع إسرائيل التي بدأت مبكرا جدا في 28/3/1949، بعد حرب فلسطين بأقل من سنة. صحيح. أول دولة في العالم الإسلامي وفي العالم الثالث تقيم علاقات مع العدو الصهيوني كانت تركيا. ذلك الذي يتغزل بها يتغزل بالديمقراطية والاستقلال أردوغان. الموقف لم يتغير، وحصار غزة وما إلى ذلك، والكلام الجميل في 30 يونيو من ضمن بس بفتح قوس قبل ما اوصل لحضرتك تفضلت بيه، اتهم ما جرى بانه بتنسيق مع اسرائيل. كويس. وان الشعب المصري ده خرج بالتنسيق بتآمر مع اسرائيل، وانه علم ذلك من اجتماع مع قيادات الموساد الاسرائيلي في احدى المؤتمرات وغيره. هو اخر من يحق له الحديث عن تأثير اسرائيل في اي قرار سياسي في بلادنا او في اي بلد اخر، لانه
ودولته، هو أول من أنشأ علاقات خاصة متميزة مع إسرائيل. ولكنهم يريدون تغيير هذه الصورة من خلال ما حدث بالنسبة للسفن الإسرائيلية ذهبت لقطاع غزة، جاءت رغما عنه واستثمرها أردوغان ولم ينجح في استثمارها بشكل كامل. نعم. وأحد أشكال الخلاف اللي جرى بالأمس بين عبد الفتاح بن فتح الله جول وبين أردوغان، أحد أسباب الخلاف هو طريقة العلاج وقبول الاعتذار الإسرائيلي بمهانة لا تليق مع حركة. وإحنا هنا لازم باستمرار بالمناسبة في إعلامنا نفرق بين الشعب التركي العظيم في أشياء كثيرة وبين هذه الإدارة التي خطفت الشعب التركي وخطفت استقلال. مسألة مهمة جدا علشان ما يعني ننتبه إليها، لأن بعض المتحدثين في الإعلام بيخلط الأمور. لا، الشعب التركي لديه رؤى متقدمة جدا وبالتأكيد سوف يطيح بمثل هذه الحكومة وغيرها. فالقاعدة الأولى لقوة تركيا على مستوى الإقليم العلاقات المتميزة مع إسرائيل. العلاقات تصل إلى حوالي 12 مليار دولار سنويا، صناعات عسكرية من الصواريخ أرض جو حتى منطقة التجارة الحرة، حتى توصيل المياه عبر أنابيب تسمى أنابيب السلام بين تركيا أردوغان وبين الكيان الصهيوني، حتى الدور الخبيث والمتآمر ضد وحدة سوريا باسم دعم الثورة، وهي ليست ثورة، دعمها في تفكيك الدولة السورية لتهديد الأمن القومي العربي بشكل كامل، وتفكيك المعارضة أيضا ما بين معارضة في الداخل ومعارضة في الخارج، واللعب على نقطة الضعف. ده صحيح، واللعب على قصة الفتن الطائفية والمذهبية في المنطقة والعرقية كمان مع الأكراد وغيرهم في المنطقة. فالقاعدة الأولى له والمساندة له ولهذا الحكم هي إسرائيل بعمقها التاريخي. القاعدة الثانية هي العلاقة مع الأطلسي والتي بدأت سنة 1952 في عضوية حلف الأطلسي. هو بيحاول يدخل الاتحاد الأوروبي لكن لأمور كثيرة جدا باعتبار الشعب التركي شعب مسلم وفي اتجاه هناك ممانعات في داخل أوروبا، لكن هناك قبول كبير له سياسيا ولدور تقوم به تركيا في تغطية ممارسات الأطلسي في العالم وهي ممارسات استعمارية. هو يقدم لهم الغطاء الإسلامي لهذه كما جرى في باكستان وأفغانستان وفي غيرها. فالعلاقة مع الأطلسي والعلاقة مع الأمريكي قاعدة أخرى من قواعد الدور التركي على مستوى الإقليم. هذه القواعد في تقديري تطيل أمد بقائه، لكن عندما تكون هناك إرادة شعبية من تقسيم إلى هذا التفككك في داخل بنية الشكل الحاكم، الغرب وإسرائيل دينهم ومصلحتهم هي الدين دينهم، وبالتالي ببساطة شديدة سوف يتم الانقلاب عليه وبحركة ديمقراطية أيضا، وانحياز الغرب لمصلحته سوف تجعله يضحي بأردوغان وبحزبه. لكن قد يطول الأمر بحكم هذه العلاقات الخاصة مع وبحكم الخدمات التي يقدمها لهم أردوغان. يقدم خدمات جليلة لهم في الإقليم كما قلت، من تفكيك سوريا إلى الضرب في مصر. ولذلك ما جرى في 30 يونيو هو ليه لا يشعر بغصة فيه؟ لأنه أفشل مخططا شرق أوسطي كانت تقود تركيا مع بعض بقايا الإسلاميين في شمال أفريقيا لخلق شرق أوسط، تقود تركيا شرق أوسط بلحية، شرق أوسط بقشرة إسلامية ينفذ المخطط الإسرائيلي لأمد طويل. فلما خرج الشعب المصري ربما يدري أو لا يدري، ربما الجيش يدري ولكن بالتأكيد ندري، يعني عمود الخيمة لهذا الشرق الأوسط بالقشرة الإسلامية ضرب. لذلك الغصة والغيظ والدور الحاد تجاه ما جرى في مصر من قبل تركيا أردوغان، قبل تركيا أردوغان يتصاعد لأنه شعر بأنك ضربت هذا المخطط في مقتل. فده أهميته. أستاذ محمد، يعني عندما يتحدثون عن الإخوان لماذا نحن لا نتحدث عن حزب العمال الكردستاني وكم الانتهاكات التي تمارسه الدولة التركية على مدار سنوات طويلة عقود ضد يعني هذا الكيان الموجودة على أراضي تركيا؟ يعني طبعا الحرية والديمقراطية اللي بتشدق بها رجب طيب أردوغان، كلنا شفنا على الهواء استخدام قمة العنف في متظاهرين سلميين، لا حد منهم حرق بناية ولا حد دمر ولا حد فجر سيارة ولا حد عمل سيارة مفخخة ولا حد ارتكب مثل الأعمال اللي بيرتكبها التنظيم الدولي في مصر من جماعة الإخوان في مصر.
الحقوق اللي بينتهكها طيب أردوغان للأكراد والحالات العزل والقبض عليهم وإلقائهم في السجون وانتقاص حرياتهم، كل دي أمور بتدحض وتكذب كل ما يعلنه طيب أردوغان من أنه هو بيدافع عن القضية الفلسطينية وأنه هو تركيا دولة حريات ودولة ديمقراطية. كل الأمور دي هو بيستند زي ما قال الدكتور رفعت على خدماته اللي بيقدمها للغرب، لكن حتما نهايته اقتربت، لأن ما قدمه النظام الإخوان المسلمين في مصر أعتقد يفوق بمراحل. ده نظام كان بيتنازل عن أرضه، يعني نظام بيتنازل عن قطعة غالية من أرض مصر لصالح إسرائيل والقضية الفلسطينية، ضم غزة مع جزء 750 كيلومتر مربع من سيناء يضمهم لغزة ويتنازل عنهم كده طوعية ومنح جنسيات لعناصر الحماس، أكثر من 35 ألف جنسية مصرية لفلسطينيين من حماس، من الفلسطين اخواتنا وناس يعني دافعنا عنهم ومستمرين في الدفاع لنا احنا مؤمنين، ولكن احترام سيادة الدولة المصرية، سيادة الدولة ده شيء يعني مش هنقول خط احمر، ده خط احمر وازرق وكل الالوان يعني المخيفة. فاما النظام يتنازل بهذا الشكل ويتقاضى رشاوى من الولايات المتحدة الامريكية 8 مليار علشان ينفذ مخطط تقسيم مصر في سبيل إقامة الخلافة المزعومة اللي بتشاركوا فيها تركيا والتنظيم العالمي للإخوان لجماعة الإخوان اللي بينتشر في 86 دولة، هم لا يؤمنوا بوطن. فنفس الحكاية، فاحنا بنقول ان ما قدمه النظام الإخوان المسلمين للولايات المتحدة الأمريكية وللغرب ولإسرائيل اللي بيتعاون معها رجب طيب أردوغان من عشرات السنين، أعتقد لن يبقيه ما يقدمه من خدمات للولايات المتحدة الأمريكية وللغرب ويعادي بها الشعب التركي. فزي ما